موجز الأخبار الرئيسية من الأردن اليوم، أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أمس السبت أن الأردن اليوم أقوى وأثبت قدرته على المضي للأمام بثقة ونجاح رغم كل التحديات. وبين جلالته لدى اجتماعه مسؤولين معنيين بالعملية الانتخابية أن الانتخابات النيابية نقطة انطلاق التطبيق العملي لمسار التحديث السياسي الذي يمضي فيه الأردن بكل ثبات، مشددا على أن نجاح هذه الخطوة مسؤولية جماعية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أمس السبت جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط بام، التي منحت لجلالته تقديرا لجهوده في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وتهدف الجائزة التي تمنح سنويا للأفراد والمؤسسات إلى تسليط الضوء على جهود الشخصيات الرائدة في المجالات الإنسانية والسياسية والاقتصادية وغيرها. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاء أنه لا يوجد ما يمنع من السفر إلى الجمهورية العربية السورية أو مؤشر فيما يتعلق في عدم سلامة المسافرين إليها. وقال القضاء إن السفر إلى سوريا طبيعي، وإن لزم تحذير فإن الوزارة ستقوم بإصدار بيان يتعلق بهذا الموضوع. وبيّن أن الشخص الذي يسافر ويذهب في زيارة بشكلها وطريقتها الطبيعية يرجع بشكل طبيعي، لكن من يكون لديه علاقات ويتعامل مع أشخاص وأمور أخرى قد يواجه المشاكل. بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ونقابة التجار ومنتجي المواد الزراعية العديد من القضايا التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع، سواء للمصدرين أو المستوردين أو المنتجين، والآليات المقترحة لتذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية. وحسب بيان لتجارة عمان اليوم الأحد، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال اللقاء أهمية تضافر جهود جميع الجمعيات والنقابات الزراعية لضمان استدامة الإنتاج الغذائي واستقرار الإمدادات الغذائية، ما يسهم في تحسين الأمن الغذائي على المدى الطويل. أكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات أن تصدر الأردن مؤشرات الأمن السيبراني العالمي، يعزز من مكانته لبيئة آمنة لاستقطاب الاستثمارات الرقمية، ويزيد من ثقة العالم والمستخدمين في البرمجيات والمواقع الإلكترونية الأردنية. وقال الخبراء أن تقدم الأردن 44 مركزا ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، يعكس التزام الأردن القوي بالأمن السيبراني، ويعد دليلا على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والمتابعة المباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وأنه خطى خطوات مهمة في الأمن السيبراني. حصلت كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك وللدورة الثالثة على التوالي على شهادة الاعتماد الدولي في جودة التعليم السياحي والفندقي أتيدوكال من منظمة السياحة العالمية للفترة من عام 2024-2027. وقال رئيس الجامعة دكتور إسلام مساد في تصريح اليوم الأحد إن هذا الإنجاز يتوج الجهود التي بذلتها وتبذلها الكلية في تطوير مناهجها وخططها الدراسية لمواكبة التطورات الحديثة في التعليم السياحي والفندقي. أما قبل الختام، تتأثر المملكة اليوم الأحد بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط، لتسجل درجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية. ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الأردن.com. في أمان الله.